الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من انصاره واعوانه والممتثلين لاوامره. احبتي هنا وقفات عقائديه مع ما يقوله اهل بيت العصمه والطهاره صلوات الله عليهم اجمعين الذين هم عدلاء مع كتاب الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه واله في الحديث المتواتر المعروف الذي اخرجه من العلماء المعاصرين ناصر الدين الالباني في سلسله الاحاديث الصحيحه أخرج له ثمانية عشر طريقا صحيحا فكيف يكون قيمة هذا الحديث الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله بمتقارب عباراته إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وانهما لن يفترقا معا حتى يردا علي الحوض فنعرف من هذا الحديث ان كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هو عندهم كما قال الله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب اين ذهب اعطاه الله للذين اصطفاهم من عباده وهذا الكتاب ماذا فيه هذا الكتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب وما من غائبه في السماوات والارض الا في كتاب وكل شيء احصيناه في امام مبين وكل شيء فصلناه تفصيلا كل هذه الاشياء في الكتاب الكريم اورثها الله عز وجل يقول اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى هل ادعى احد من هذه الامه ان الله اصطفاه واذا ادعى احد هل يصدقه الناس غير اهل بيت العصمه والطهاره الذين قرنهم رسول الله مع كتاب الله وقال انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فلذا تفاصيل اعتقاداتنا لا بد ان ناخذها من كتاب الله ومن اهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اول الامور واشرف الامور وافضل الامور واعلى العلوم هو علم التوحيد. هو العلم الذي يرتبط بالله لان الله اشرف شيء في الوجود. فكل معلومة ومعرفة ترتبط به فهي اشرف على الاطلاق فاشرف العلوم علم التوحيد ولكن قبل الدخول في التوحيد وما جاء فيه من تفاصيل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنه النبي وسيره الائمه صلوات الله عليهم اجمعين نذكرها بالتفصيل لكن قبل ذلك نقدم مقدمه هذه المقدمه تحدثنا عن ثواب الانسان الذي يعرف التوحيد عن قيمه الانسان الذي يعرف التوحيد عن مقام الانسان الذي يعرف التوحيد عن ثواب الانسان في الاخره اذا كان يعرف التوحيد بشكل جيد عن قياده الانسان عن شفاعه الانسان في الاخره اذا كان يعرف التوحيد عن الرحمه الالهيه التي تغمره اذا كان يعرف التوحيد فالتوحيد امر مهم جدا قبل الدخول فيه نذكر مقامات الموحدين وماذا أعد الله لهم بنحو مختصر فهذا أمر ننقله من كتاب البحار الجزء الثالث كتاب التوحيد الباب الأول الحديث الأول الذي ينقله الصدوق في التوحيد وفي الأمالي ينقله الصدوق رحمه الله في التوحيد في الباب الأول حديث واحد وثلاثين وينقله في الأمالي في مجلس تسعة وأربعين حديث رقم عشرة هذا التوحيد إليك نصه يقول قال رسول الله إذا هذا موجود في كتابي الصدوق في التوحيد وفي الأمالي قال رسول الله صلى الله عليه واله والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا لا يعذب الله موحدا ابدا لا يعذب الله بالنار موحدا ابدا هاي البشاره الاولى ان الذي ينطق بتوحيد الله عز وجل لا يعذبه الله تبارك وتعالى، ها ها ياتيك التفصيل هذا الموحد من هو؟ ستبين الاحاديث مو كل من قال لا اله الا الله يعني هذا موحد مقبول منه التوحيد لا يقبل الله التوحيد من احد الا تتم فيه شروط توحيده كما سياتي الإعلان والبيان عنها إن شاء الله، لا تعجلوا كونوا معي، هاي أمور تحب شوية تحب التأني، ما تحب العجلة، أكمل لك الحديث وأن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون هذا المقام الثاني المقام الاول لا يعذب الله بالنار موحدا ابدا المقام الثاني ان اهل التوحيد ليشفعون فيشفعون من اهل الشفاعه اهل التوحيد تقدر تشفع ثم قال انه ثم قال صلى الله عليه واله اذا كان يوم القيامه امر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت اعمالهم نعوذ بالله في دار الدنيا يامر بهم الى النار فرد مجموعه من الناس من الموحدين ساءت اعمالهم يستحقون النار ذولا يعني بطبيعه اعمالهم بما هي هي يستحقون النار لكن شوف ال... احنا بعض اوقات ربما نستعمل بعض الكلمات لا تتناسب مع المقامات القيامة ومقامات التوحيد لكن لتقريب الصورة تشوف المسرحية الإلهية هناك تشوف حتى يبين الله قيمة الموحدين تشوف شي يصير انظر يأمر بجماعة ساءت أعمى قوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا يأمر بهم إلى النار هذولهم الله مطيهم لسان يدافعون عن نفسهم أذن الله لهم الله يريد يبين العواطف والعوارف اللي عندهم فيقولون ربنا كيف تدخلنا النار وقد كنا نوح في دار الدنيا هذا واحد اذا هم من الموحدين كانوا يقولون لا اله الا الله عقيدتهم التوحيد اعمالهم سيئه هذا واحد وكيف تحرق بالنار السنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا لساننا كان تنطق بتوحيد عيدك في دار الدنيا تشوف كل توحيد وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت قلوبنا كانت تقول لا إله إلا الله لا إله إلا أنت شون تحرقها بالنار لأن النار تدري مو مثل نار الدنيا النار يعبر عنها نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده طب لي جوا تحرق الافئده تحرق قلوبا مو تحرق الجلد بس احنا مثلا اذا صادفتنا النار جلودنا تحترق الطبقه اللي بعد الجلد ما محترقه ذاك لا نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده فشي يقولون يقولون وكيف تحرق قلوبا هاي القلوب عقدت على ان لا اله الا انت وكيف تحرق وجوهنا الهي شلون تودينا للنار تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك بالتراب كنا نخليها على التراب هاي التربة الحسينية أو أي تربة أخرى احنا نسجد عليها، احنا نقدر نقول وقد عفرناها لك في التراب، اللي ما يسجدون على التراب الله يقول لهم ليش تكذبون؟ انتوا ما عفرتوا وجوهكم بالتراب، انتوا كنتوا تسجدون على الفراش مو على التراب، ما يقدرون يقولون هذا الكلام. هذا الكلام احنا نقدر نقوله ليش؟ لأنه صدق احنا نسجد على التراب، هاي قطعة تراب نسجد عليها. وقد عفّرنا هذه الوجوه والجباه لك في التراب أم كيف تحرق أيدينا؟ شلون تحرق أيدينا؟ مولانا. وقد رفعناها إليك بال رفعناها بالدعاء إليك. احنا كنا ندعوك الهي بهاي الايدي صح صحيح اعمالنا مو زينه بس بعض الاعمال كانت تصدر من عندنا لا بأس سيئاتنا غلبت احنا مو خوش اوادم بس كنا نوحدك بالسنتنا كنا نوحدك بقلوبنا ايدينا كنا نرفعها بالدعاء اليك فايدينا توحدك لا اله الا انت ترفع اليك بالتوحيد ايضا فيقول الله جل جلاله لما يحتجون هذا الاحتجاج: عبادي ساءت اعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم، ما عندكم اعمال تاهلكم للدخول الى الجنه بما هو بما هي هي اعمالكم اجركم الى النار فيقولون ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا خطايانا أعظم خطيئتنا أعظم أم عفوك إن شئ لك إلهي يقول لا عفو أعظم هذا واحد ثانيا رحمتك أوسع أم ذنوبنا يقول لا رحمتي أوسع زين فيقولون اقرارنا بتوحيدك اعظم ام ذنوبنا ذنوبنا اعظم ام لا اله الا الله اعظم فيقول اقراركم بتوحيدي اعظم اعظم من ذنوبكم فيقولون يا ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء زين خليها اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسالك بآية ادخلنا فيها الهي. اهنا فيقول الله جل جلاله هاي الموحدين اولا يقول بشاره ما يدخلون النار. ثانيا يشفعون، ثالثا اذا كانوا من اهل الذنوب الله يعطيهم مجال يتحدثون مع الله. يقولون ذنوبنا اعظم يقولون احنا كنا من الموحدين السنتنا نطقت بالتوحيد قلوبنا فيها لا اله الا انت ايدينا رفعت اليك فقط تعمل بالتوحيد يقول ذنوبكم ذنوبنا اعظم ام رحمتك ذنوبنا اعظم ام عفوك ذنوبنا اعظم ام توحيدك يقول لا توحيدي رحمتي عفوي أعظم إذا هالشكل شملنا برحمتك إلهي هنا يتبين في هذا المسرح العام في يوم القيامة يتبين قيمة الموحدين وإن كانوا مذنبين وإن كانوا يستحقون ماذا جهنم نعوذ بالله أثر ذنوبهم فيقول الله جل جلاله ملائكتي وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا احب الي من المقرين بتوحيدي يقرون بلسانهم بقلوبهم بتوحيدي ولا احب الناس الي والا اله غيري هذا احب لي يقر بتوحيدي وحق قُنْ علي أَلَّا أصلي أهل توحيدي ما أدخلهم النار ما أصليهم النار أدخلوا عبادي الجنة ملائكتي يلا أخذوهم دلوهم على الجنة أخذوهم للجنة من ذولا ذولا اللي عبر عنهم أهل الخطايا ذولا أهل الذنوب ذولا اللي ما كانوا يستحقون أن يدخلون الجنة استحقاقهم جهنم لكنهم كانوا يقولوا لا اله الا الله كان يعتقدوا بلا اله الا الله يرفعون ايديهم الى الله وحده لا شريك له ولهم حسن ظن بالله ان رحمه الله اوسع من ذنوبهم ان عفو الله اوسع من ذنوبهم ان التوحيد أفضل وأعظم عند الله من ذنوبهم كل هذا يؤهلهم للرحمة الإلهية الواسعة فيغفر لهم ويغفر الله لهم يقول أخذهم إلى جنتي إذا الفكرة الأولى عندنا ماذا الفكرة الأولى تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه واله يقول بأن الموحدين نهايتهم الجنة صحيح يوم القيامة يدخلهم الرعب أثر ذنوبهم أثر أعمالهم السيئة يدخلهم الرعب تجي الملائكة تريد جرهم إلى جهنم نعوذ بالله لأن ما عندهم حسنات ولكن الله جل وعلا يسمح لهم بالحديث معه وفي النهايه يغفر لهم هذا واحد من الاحاديث التي حدثتنا عن مقام الموحدين الحديث الثاني عن موسى بن جعفر عن ابيه جعفر الصادق صلوات الله عليهما عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم في قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان، سورة الرحمن ها؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله بعض أوقات البشر يشذ عن القاعدة تحسن إليه فيسيء لك هذا ما لا يفعله تكرم الكلب الكلب ما يفعل هذا كثير من الحيوانات ما تفعل هذا إذا تحسن إليها مرة مرتين ثلاثة عشرة سبحان الله تفي لك تدافع عنك توقف لك تقر بفضلك وكل ما شوفك تحرك ذيلها وتمصمص وتبين غاية الخضوع لك أيها البشر يا إنسان أنت أمام الله الذي أنعم عليك كيف تتعامل استشوف هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مولاي يا أمير المؤمنين هاي الآية شنو هاي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله عز وجل قال ما جزاء ما أنعمت قال يعني في الحديث القدسي ما جزاء من, عم ما من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة فسر الإحسان الأول بالتوحيد وفسر الإحسان الثاني بالجنة هل جزاء الإحسان يعني التوحيد إلا الإحسان يعني الجنة تريد تطلع على باطن القرآن على حقيقة القرآن على مرادات الرب تبارك وتعالى تطلع عليها من خلال بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ لك حديث آخر تشوف الموحدين أنعم الله عليه بالتوحيد هذا إحسان فينعم الله عليه بالجنة قال ما هل جزاء الإحسان التوحيد إلا الإحسان الجنة الحديث الثالث عن مولانا أبي الحسن الرضا عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله التوحيد ثمن الجنة الجنة إلها ثمن ثمنها التوحيد. إخواني أكرر التوحيد هو الاعتقاد الكامل والأخذ الكامل عن الله. يعني تقول لا إله إلا الله المتضمن لمحمد رسول الله ولعلي ولي الله. يعني لا اله الا الله ظاهرها جمله باطنها ثلاثه جمل كما ستاتي الاحاديث تبين ذلك انا اردت ابين هذا حتى اذا هي كررنا التوحيد المقصود من التوحيد الذي فيه نبوه المقصود من التوحيد الذي فيه امامه توحيد بلا نبوه توحيد بلا امامه لا يريده الله وهاي القيمه اللي للموحدين ما تشملهم يصعد للسماء ينزل الى الارض ما يفيده التوحيد هذا اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد العباده بالشكل اللي الله ارادها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نعمه ولايه امير المؤمنين ياتي بقيه الكلام في ذلك نقرا بعض الاحاديث في بيان الموحدين والتوحيد عن ابي جعفر الباقر نذكر الموحدين وما لهم من قيمه وما ثمن التوحيد وقيمه التوحيد عندهم عن ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال سمعته يقول ما من شيء اعظم ثوابا من شهاده ان لا اله الا الله شوف دا يركزون على التوحيد التوحيد اللي في ضمنه النبوه والامامه لان الله لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمر أحد وحده لا شريك له لازم تسمع كلام الله بالشكل الذي يريده الله عز وجل الحديث رقم ستة أقرأ الكيا عن المفضل قال قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا الإمام الصادق يقول له للمفضل إن الله ضمن للمؤمن ضمانا يصير مولاي اتبين لي هذا الضمان الذي ضمنه الله للمؤمن قلت وما هو شنو هذا مولانا قال ضمن له إن أقر له بالربوبية لا إله إلا الله ربنا تبارك وتعالى ولمحمد بالنبوة الضمان شفت الضمان ضمان التوحيد ولعلي بالإمامة ها وأدى ما افترضه عليه شنو الضمان ضمن له أن يسكنه في جواره يسكنه في جنانه يسكنه في رحمة الخلود في الآخرة قال قلت فهذه والله هي الكرامة غاء الكرامة يعني منحصرة يعني غاية الكرامة هذه غايه ما يعطيه الله للمؤمن هذه يعني كل شيء هو هذا هو هاي الكرامه مو غيرها التي لا يشبهها كرامه الادميين ثم قال ابو عبد الله اعملوا حتى لو قليل بس خليك مع الشهادات الثلاثه اعملوا قليلا تنعموا كثيرا اتش قد تعمل يجيك الليل والنهار اول ما تقعد الصبح تفتح عينك وتصلي صلاتك تفكر ساعه بيش شو كنت اطلع للشغل الحق على العمل ان شاء الله الطريق شلون الوسيله اللي توصلني شلون ها جاهزه الحمد لله طلع في الطريق وصل للعمل يكابد يعمل يشتغل يفكر ينعم ينعم الله عليه بنعمة الإحسان في الدنيا يتغدى يستراح كذا يصير العصور يصير الظهر يصلي لك كم ركعة يصير العصور المغرب يرجع لأهله وبعض الناس إلى آخر الليل يكابد ويعمل زين إيش قد اشتغل هواية اش قد حصل؟ ان شاء الله هوايه، حصل ما يبني بيت لنفسه وما يورثه لأولاد، ما مفكر بنفسه بس، وما يورثه من بيت مثلا لأولاده يفكر بثروة يتركها لأولاده هذا طبيعة الإنسان يفكر بنفسه العاطفة تأخذه على أولاده خصوصا إذا كانوا صغار زين يكابد في الحياة يحصل زين هذا كله إلمن للحياة الدنيا يحصل أجر لأنه كابد لأن لا يحتاج إلى أحد يحصل أجر عليه لكن كم عمل للآخرة قد عمل للاخره ركعات من الصلاه ان شاء الله يعطي صدقه الكلمه الطيبه زياره مولانا ابي عبد الله الحسين يا با انا بعيد ما اقدر كل يوم ازور الامام الحسين صلوات الله عليه ما يخالف ما تقدر هذا الموبايل مالتك اللي ساعتين ثلاثه تقدر تشغله وتدز رسائل وتستقبل رسائل شيء تشوف بيه ما تقدر تخلي عشر دقايق زياره عاشوراء وتسمعها وانت وتشتغل او تسمعها انت بالسياره او تسمعها انت بالطريق او تسمعها انت وبفراشك وتقراها تقدر لو ما تقدر زود عملك. أنت وراجع بالطريق ما تقدر تقرأ آية الكرسي، أنت ورايح ما تقدر تقرأ آية الكرسي أربع مرات. زود عملك. هذا كله هو قليل في جنب الله تبارك، يعني إذا تصورت أنه فرد ساعة ساعتين، فرد واحد قرأ قرآن أو زيارة أو راح لصيلة أرحامه كل زين بس تصور هذا كثير لا الكثير وين الكثير الذي ينفقه على نفسه وعلى التلفزيون وعلى أهله وعلى أولاده وكذا هذا الكثير هذا اللي دا يسوي لله تبارك وتعالى قليل فمو تقول الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول قالهم شوية اعملوا لا دا يحكي عن حقيقتهم يقولهم لهم هسه اللي تردون تعملون ما تقدرون تعملون هوايه لان اتجاهكم الى الدنيا الدنيا ملهيتكم ساحبتكم زين للناس حب الشهوات بنين اموال قناطير مقنطره خيل المسومه اشياء كثيره هاي زينه الحياه الدنيا كلها يتعلق بها الانسان ما يخالف بس لا ينسى. هذه يقال أن أمير المؤمنين سئل عن وجود شيء أثقل من العرش قال كلمة لا إله إلا الله ثوابها أثقل من العرش يعني ثواب عظيم هاي كلمة التوحيد ثوابها عظيم انت ورايح انت وجاي انت وتشتغل قل لا إله إلا الله مو تقول لا اله الا الله انزعاجا فرد واحد ينزعج من واحد يقول لا اله الا الله يا على كيفك هاي شنو لا اله الا الله تين تتعارك ويا الله يقول نقول لا اله الا الله بعنوان التوحيد وبعنوان الصياح والعركه سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله زين حلو خوش اذكار بس على كيفك مو بالعركه تقول هين قولهن على كيفك والله سبحانه وتعالى يعطيك ما يعطيك الكثير احنا شلون نجمع الثوابات نجمع الثوابات هذا لا إله إلا الله نقوله هذا نسلم عليه هاي الزيارة نزورها هاي صلة الأرحام وبهاي الأعمال خلي أرجع لك حتى لا أبتعد عن التوحيد شوية قد أبتعد عن قراءة بعض الأحاديث زين راح يجينا تتمه هذا هذا الحديث خلوا بالكم الله سبحانه وتعالى ضمن للمؤمن ان يسكنه في جواره شوكت اذا اقر لله بالربوبيه ولمحمد بالنبوه ولعلي بالامامه هذا الذي سياتينا من ان الامام الرضا قال من قال لا اله الا الله دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي ثم بعد ذلك ماذا قال بشروطها وانا من شروطها الامام من شروط التوحيد سياتينا الحديث بس ردت اذكركم الى ان يجي وقته ان شاء الله عن ابي عبد الله حديث رقم ثمانيه في بيان الموحدين عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله هو اهل التقوى واهل المغفره هو اهل التقوى واهل المغفره قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي انا اهل ان اتقى اهل التقوى يعني شنو يعني تتقيه تتقي الله يصير عندك تقوى من الله ولا يشرك بي عبدي شيئا تتقي الله يعني شنو؟ يعني توحده ولا تشرك به، إن شاء الله في المستقبل سنبين مراحل دقيقة من الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بلساننا قد نشرك باعتقادنا قد نشرك وإحنا ما ندري شرك خفي مو شرك اعتقادي يعني نقول ان الله عز وجل معه شريك لا احنا نقول لا اله الا الله لكن اذا اعتقدت لا اله الا الله لابد ان تعتقد في صلاتك لا اله الا الله يعني فقط لله صومك فقط لله اذا قلت اصلي خلي فلان هم يشوفني دا اصلي خلي يقولهم للناس هذا يصلي صلاة الليل شفته بحرم الإمام الحسين يصلي شنت أنتظر أدور لي واحد بلكت يشوفني هسه اللي فد واحد شافني عرف كيفت دخل بقلبي سرور على أنه هذا راح يشهرني أنا نص الليل شفته هذا ترى أهل تعبد هذا الشرك هذا شرك هذا مو زين. خلي عبادتك لله. يعني انت اذا شفت فرد واحد شافك قل الهي اجعل اعمالي خالصه لوجهك الكريم، اجعل مالي اجعل اعمالي خالصه لوجهك الكريم، قلبي ليكلف بالناس لا انت بكيفك ان شئت اخفيته. اتحب إلهي تخفي أعمالي أخفيها كثير من الصالحين إذا كان أعمالهم يطلع عليها أحد كان ينقهرون يتأذون يقولون إلهي نرجوك خلي أعمالنا خالصة إليك لا تخلي أحد يفتهم بينا إحنا جدا نسوي من أعمال صالحة خليها إليك والله عز وجل قد يظهرها أوحى الله الى نبي من الانبياء في منامه انه بكره عندك مجموعه من الاشياء تعملها اول شيء شوفه تاكله ثاني شيء شوفه تدفنه ثالث شيء شوفه تقبله رابع شيء شوفه تفر منه رابع شيء شوفه لا تحرمه خامس شيء شوفه فر منه <applause> انا مو في مجال اشرحهن كلهن لا شاهدي فيما يرتبط بجانب التوحيد وجانب الاخلاص وصل الى الثاني فراى طستا طشت ذهب هذا الثاني قال له الثاني اذا شفته ادفنه احنا مو طشت ذهب اذا شويه ذهب شفنا ندفنه نعيسه لو نكيف ونقول: رزق ساقه الله الينا ونطلع لنا روايه وآيه وحديث ودعاء ألف شيء ها هذا طشت ذهب قدامه هذا الطشت الذهب الله قال له: ادفنه هذا هم حفر دفنه شوية مشى سمع شق سمع صوت هذا شايف قطع الذهب قطع حديد نحاس كذا يضرب بعضها بالبعض التفت شاف الطشط طلع منو طلع من ادري طلع من جو القاع من التراب والرمل صعد لي فوق يا الله شنو هذا لما أنجز الأعمال الخمسة وذهب إلى بيته فطلب من الله عز وجل أن يكشف باطن هذا العمل هذا العمل باطن شنو كان ما هو المقصود منه فقال الله أوحى الله إليه قال عبدي تدري هذا شنو هذا أعمالك الصالحة أعمالك الصالحة ذهب أنت عليك تخفيها أنا علي أظهرها أنت لترأي الناس لتراوي الناس لتعمل على مود الناس يشوفوك لا هذا باطل إذا أنا صليت على مود الناس يشوفوني مثل ذاك صلى كان يقرأ سورة الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واحد سمع قال والله خوش تصلي أنت قال له أنا صائم التصايم لله هو سألك عن صيامك عجب منك هذا القراءة الحلوة انت بعد صيامك ليش تطلع إليه ليش تقول له فوقاها أنا صايم يعني مو بس أصلي حلو هذا رياء هذا يبطل العمل التوحيد اللي ما فيه شرك توحيد اعتقادي وتوحيد في العمل في العمل هم لازم يصير توحيد طيب بس اقرا هذا واكمل لكم ان الله تبارك وتعالى اقسم بعزته وجلاله الا اقسم بعزته وجلاله ألا يعذب أهل توحيده بالنار أبدا. وشفت اكو ناس موحدين لكن مذنبين الله ما يعذبهم بالنار، نعم يمكن يخوفهم يوم القيامة أو يمكن في البرزخ أو يمكن في الدنيا يؤاخذهم لكن بعد ذلك يعفو عنهم تشملهم الرحمة الإلهية فيدخلون في الاخره في رحمه الله الواسعه وفي الجنه فالموحدون هم المبشرون بالجنه نسال الله تبارك وتعالى ان نكون نحن وان تكونوا انتم جميعا من الموحدين ان نكون جميعا من الموحدين وأن نال هذا الشرف والبشارة العظمى التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الله لا يعذب الموحدين هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته